أعزائي الطلاب، مرحبا بكم. بنستكمل مع بعض إن شاء الله درس الأنسجة النباتية. بنكمل الأنسجة الأساسية. ذكرنا في الجزء الأول الأنسجة البارنشيمية والأنسجة الكولرنشيمية. إن شاء الله بنكمل دلوقتي ناخد النوع الثالث اللي هو النسيج الكولنشيمي أو الكولينكايما. هذا النسيج هو نسيج تدعيمي، يعني له وظيفة تدعيمية، طبعا بيدعم الأعضاء حديثة النمو من النبات، يعني الأوراق الحديثة، الأفرع الحديثة. طبعا هو موجود في سيقان النباتات ذوات الفلقتين وكثير من أوراق هذه النباتات، لأنه بيعمل على تدعيم نصل الورقة، عنق الورقة. خلايا هذا النسيج خلايا حية، طبعا لأنه نسيج تدعيمي فلابد أن يكون في مادة مدعمة أو مغلظة لجذور الخلايا، فطبعا هنا بيتم عملية التغلظ بترسيب مادة السليلوز على الجدران. تقسم الأنسجة الكولانشيمية بناء على شكل خلاياها وعلى أماكن ترسيب السليلوز على الجدر إلى نوعين، الكولانشيما الصفائحية والكولانشيما الزاوية. الكولانشيما الصفائحية بيكون التغلص فيها على الجدر الممسية للخلايا، وطبعا الخلايا هنا بتكون واخدة شكل صفائحي زي ما احنا شايفين كده في الشكل التوضيحي ده، أو زي المقطع اللي قدامنا ده كده بيورينا شكل الخلايا جنب بعضها، بتاخد شكل صفائحي. والترسيب هنا ترسيب السليلوز بيكون على الجدران المتماسة مع بعضها، وبالتالي بيكون مفيش مسافات بينية، لا توجد مسافات بينية بين الخلايا. لكن في الكولانشيما الزاوية بنجد إن الخلايا هنا بتكون واخدة شكل بيضاوي أو مستدير، والتغلظ بيكون على الأركان، يعني السليلوز بيبدأ يترسب على أركان الخلايا أو في الزوايا المحصورة بين هذه الخلايا، زي ما احنا شايفين هنا في النسيج ده كده. شوف السليلوز هنا في الأركان دي أو في الزوايا المحصورة بين الخلايا. طبعا هنا الشكل التوضيحي بيوريني إزاي السليلوز هنا مترسب في الزوايا دي أو في الأركان هنا بين الخلايا وبعضها، بالتالي طبعا مش هيكون في مسافات بينية. النوع الرابع من الأنسجة الأساسية اللي هو النسيج الإسكلارنشيمي، وده أيضا نسيج تدعيمي له وظيفة تدعيمية، ولكن بيختلف عن النسيج الكولانشيمي في إنه خلايا فقدت الحيوية بتاعتها أو خلايا ميتة، وبيكون في عندنا هنا جدر ثانوية مغلظة، والتغلظ هنا بيكون بمادة اللجنين وليس السليلوز. الأنسجة الإسكلارنشيمية ممكن نميز منها نوعين، الألياف والإسكلاريدات. طبعا الألياف بتساعد في إعطاء الدعامة للنبات، علشان كده بنجدها موجودة في مناطق مختلفة من النبات تعطي دعامة لهذه المناطق، زي احنا شايفين كده في النسيج ده. دي خلايا الألياف، والتغلظ هنا واضح باللون الأحمر، بيكون موجود على الجدران الداخلية أو على الجدران الثانوية للخلايا. طبعا الشكل التوضيحي هنا بيوضح لي إزاي التغلظ موجود على الجدر الثانوية لهذه الخلايا بالشكل ده. الاسكلاريدات بنميز منها اسكلاريدات قصيرة واسكلاريدات طويلة. الاسكلاريدات القصيرة اللي هو بيطلق عليها الستون سيلز أو الخلايا الحجرية، ودي موجودة في لب بعض الثمار زي الجوافة والكمثرى والسفرجل، زي ما احنا شايفين كده في المقطع العرضي ده بيوضح لنا، وطبعا الصورة دي بتوضح لنا شكل الاسكلاريدات القصيرة أو الستون سيلز اللي هي الخلايا الحجرية، وكمية اللجنين المترسبة على الجدار في الداخل، والنقر البسيطة اللي هي بتتفرع تفرعات متعددة بالشكل ده كده، واضحة هنا طبعا في النسيج هنا، وشايفين النقر البسيطة المتفرعة، واللجنين هنا مترسب على الجدار بكميات كبيرة جدا. وطبعا الخلايا الحجرية هي عبارة عن خلايا متساوية الأقطار، والنقر اللي فيها دايما زي ما قلنا بتكون بسيطة وكثيرة التفرع. لكن الاسكلاريدات الطويلة بتتميز ليها أكثر طولا من الخلايا الحجرية، وبتاخد أشكال متعددة منها الشكل النجمي والشكل الخيطي والعظمي والعصوي. طبعا الصورة اللي قدامنا دي هي لنسيج في عدد من الاسكلاريدات الطويلة اللي بتاخد شكل نجمي، اهي اللي هي بالشكل ده كده، واضح جدا الشكل النجمي بتاعها. طيب نروح بعد كده إلى النوع الثاني من الأنسجة المستديمة اللي هي الأنسجة الوعائية. طبعا الأنسجة الوعائية هنا بتكون على شكل أوعية أو قنوات، وظيفتها نقل الماء والأملاح أو الغذاء في النبات. الأنسجة الوعائية بتقسم إلى أنسجة الخشب وأنسجة اللحاء.
طبعا نسيج الخشب بيتكون من أوعية خشبية، قصيبات، ألياف، خلايا برانشيمية. ومعروف إن نسيج الخشب وظيفته نقل الماء والأملاح الذائبة من الجذر إلى السيقان والأوراق. إحنا هنا في الصور دي أو في الأنسجة اللي قدامنا دي بنشوف أوعية الخشب أهي، ده كله عبارة عن وعاء خشبي، وده وعاء تاني جنبه هنا، وده برضو في الجزء ده في عندنا أوعية خشبية أهي، دي كلها طبعا أوعية طولية، يعني مقطع طولي في هذه الأوعية. واللي احنا شايفينه على الأوعية دي ده عبارة عن إيه؟ التغلظ، تغلظ اللجنين اللي بيترسب على الجدران الداخلية لهذه الأوعية علشان يدي لها دعامة وتستطيع اللي هي تقوم بوظيفتها في نقل الماء والأملاح الذائبة دون أن تتآكل أو تتأثر مع الوقت. ترسب اللجنين داخل الأوعية الخشبية بيكون في عدة أشكال أو في عدة صور، منها الشكل اللي قدامنا ده اللي احنا بنسميه التغلظ الحلزوني، يعني بنجد إن اللجنين بيترسب داخل الوعاء في صورة حلزونية، يعني لو عندنا الوعاء مثلا بالشكل ده كده يبدأ اللجنين بيترسب في صورة حلزونية على الجدار من الداخل بالشكل ده كده. أيضا ده شكل آخر من ترسب اللجنين اللي هو بياخد الشكل الشبكي، بنسميه تغلظ شبكي، يعني بنجد إن اللجنين بيترسب في صورة شبكية داخل الوعاء الخشبي بالشكل ده كده، في صورة شبكية، وبيبدأ إيه بيسيب مسافات قليلة أو صغيرة اللي إحنا شايفينها في صورة نقر أو فتحات صغيرة كده على الجدار. طبعا هي دي الأماكن اللي ما عليهاش ترسيب من اللجنين، أما باقي الجدار كله مرسب عليه لجنين بالشكل ده كده. النوع الثاني اللي هو اللحاء، ده النوع الثاني من الأنسجة الوعائية. وطبعا اللحاء بيتكون من أنابيب غربالية وخلايا مرافقة وخلايا برانشيمية وألياف وصفائح غربالية. اللي احنا شايفينه هنا في النسيج ده دي عبارة عن حزمة وعائية في نبات أو في ساق نبات من ذوات الفلقة الواحدة. هنا في الجزء ده من الحزمة في عندي نسيج اللحاء اللي هو ده بيسموه اللحاء المنتظم، عبارة عن اللي هي الأنابيب الغربالية والخلايا الصغيرة دي اللي احنا بنسميها الخلايا المرافقة. هنا طبعا ده النسيج الخشب اللي جنب نسيج اللحاء، دي الأوعية الخشبية، وفي عندنا هنا حاجة اسمها فراغ الخشب أو تجويف الخشب بالإضافة إلى ألياف وخلايا برانشيمية وهكذا. بكده يبقى انتهينا من الأنسجة النباتية، وهنروح لمقطع مصور ونشوف فيه بعض الأمثلة من هذه الأنسجة، ونراكم إن شاء الله في درس جديد من دروس مقرر الأحياء العامة العملي. الأعزاء الطلاب، دلوقتي هنبدأ نستعرض بعض الأنسجة اللي شرحناها في الدرس على المجسم اللي معانا ده. أول نسيجة عندنا اللي هي الأنسجة متساوية الأقطار أو الخلايا المتساوية الأقطار اللي احنا شايفينها دي، وطبعا هي بتتبع الأنسجة الأساسية المستديمة. طبعا زي ما احنا عارفين أو قلنا قبل كده إن هي لها وظيفة تخزينية، وبتتميز بإن بينها وبين بعض في مسافات بينية، والجدر الخلوية لها جدر سيلولوزية رقيقة. بعد كده بنقدر هنا نميز خلايا الألياف، طبعا دي خلايا بتتبع الأنسجة الاسكلارانشيمية، وظيفتها تدعيمية، عشان كده هنجد إن جدورها كلها جدران مغلظة. هنا الحزم الوعائية ممكن أميز فيها أنسجة الخشب اللي هي باللون الأحمر وأنسجة اللحاء اللي باللون الرصاصي دي. الأوعية الخشبية وظيفتها نقل الماء في النبات زي احنا شايفين كده، دي كلها في القطاع الطولي الأوعية الخشبية، زي احنا شايفين التغلظ واضح هنا تغلظ شبكي وفي هنا تغلظ حلزوني. في النسيج اللحاء أقدر أميز هنا الأنابيب الغربالية اللي هي في القطاع الطولي هنا واضحة، وفي الصفائح الغربالية، وفي الخلايا المرافقة هنا واضحة جدا، طبعا زي احنا قلنا قبل كده إن وظيفة اللحاء نقل الغذاء في النبات.